في كتب أتباع محمد بن عبد الوهاب وعموم النهج الأموي، يعني أتباع ابن تيمية وعموم النهج الأموي. وهو ماذا؟ وهو أنهم جاءوا وبدلوا لفظ الحديث. ماذا معنى بدلوا؟ يعني مو أنه لا يرد، لم يرد، لا ورد وسنتي، ولكنه حاولوا أن يلقوا إلى المسلمين أن هذا الحديث لم يرد إلا بلفظ ماذا؟ إلا بلفظ سنتي. لا أنهم قالوا في كتبهم ورد بلفظ سنتي وورد بلفظ عترتي، ولكن وسنتي أقوى من عترتي أو عترتي أقوى من سنة، لا لا لا، حاولوا فقط يؤكدون على ماذا؟ السنة. يعني القارئ الذي لم يطلع على التراث الحديثي يقول يقينا لم يرد إلا ماذا؟ إلا سنتي. هذه أمامكم أعزائي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. طبعا هذا ظاهر بشكل واضح في النهج الأموي، يعني ابن تيمية أو أتباع ابن تيمية، يعني محمد عبد الوهاب وأتباع محمد بن عبد الوهاب. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز المجلد الثامن. أنا بودي أن المشاهد الكريم جيدا يلتفت إلى ما أقرأ للأعزة. يقول: وفي صحيح مسلم أن النبي أوصى في حجة الوداع بكتاب الله. التفت التفت، فقال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. مو ما تمسكتم، التفتوا. كتاب الله من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. هاي رواية. وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن أرقام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال في صحيح مسلم: ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن أعزائي، المراد من الثقلين ما هما؟ الكتاب وأهل البيت. وأهل البيت. هذا بعد يحتاج إلى دليل، لأنه هو ينقل عن صحيح مسلم في ثقلين: الثقل الأول كتاب الله، والثقل الثاني ماذا؟ أهل البيت. أذكركم الله بأهل بيتي. بأهل بيتي. إذا كان فقط مراعاة حقوق محبتهم بيني وبين الله، أين الثقل فيه؟ يوجد فيه ثقل، ولكن مع ذلك التفتوا جيدا. ولا يساوى مع القرآن. ما لا أعلم والله، لا أعلم. قال: أوصى رسول الله. هسه ده يشرح ماذا؟ الحديث. صحيح مسلم. التفتوا أيها الناس، أيها المسلمون، يا أهل التحقيق، انظروا الشرح منسجم مع نص الحديث لو مو منسجم. وهذا إمام يقولون بأنه هو إمام هذا الزمان. الوهابية يعتقدون أن ابن باز من مات وليس عليه إمام، مات ميت جاهلية، يقولون مراد من الإمام ماذا؟ ابن باز. إذن إمام في العلم عندهم، إمام في التقوى عندهم. جيد. يقول: أوصى بكتاب الله كما أوصى الله بكتابه. صحيح، نعم. ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة. أنا ما أدري هسه الآن شنو مدخل قضية السنة ماذا بالحديث، لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر بتعظيمها، فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله وهم الثقلان وأهل البيت. ماكو أبدا. خلص خلص خلص، أنت تلقى بينك وبين الله. أنا قرأت أعزائي، أعيد الجملة للمشاهد الكريم، خلي يقرأها. رسول الله ده يقول ثقلين، كتاب الله وأهل بيتي. صحيح. هو يقول: فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله وهما الثقلان. يعني رسول الله لم يكن من البلاغة بحيث أنه يقول أوصيكم بكتاب الله وهو يتضمن السنة أيضا. وهما الأصلان اللذان لا بد منهما، من تمسك بهما نجا. كل اللي مرتبطة بالعترة ذهب بها إلى ماذا؟ إلى بعد تبديل الحديث. ومن حاد عنهما هلك، ومن أنكر واحدا منها كفر بالله وحل دمه وماله. جيد جدا. يلتزم أنا لا أعلم ابن باز
أنه إذا كان الحديث وعترتي من أنكر العترة يكون كافرا، لأنه هو قبل من كلامي من فمك أدينك، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هو يقول لو كان الحديث كتاب الله وسنة نبيه فمن كفر بالسنة ماذا؟ فمن أنكر السنة كفر وحل دمه. وحل. وإذا ثبت أنه كانت العترة اتعترة ماذا يلتزم؟ من أنكرهم فقد كفر وحل دمه. طبعا نحن لا نلتزم، نقول بأنه من أنكرهم ولم يكن عن علم ولم يكن جاحدا بل لم يثبت عنده لا مسلم، لأنه الإسلام عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وقد جاء في رواية أخرى إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه، أخرجها الحاكم بسند جيد. إذن إلى هنا اتضح بأنه فسر الثقلين بالكتاب والسنة. طبعا هنا هماتي اللطيف، هذه من العجائب، إذا الحاكم النيسابوري في المستدرك ذكر روايات مرتبطة بفضائل علي وأهل بيت يضعفون الحاكم لا يقبلون، أما إذا ذكر ما يرفض فضائل أهل البيت يقولون وقد ذكر أخرجه الحاكم بسند جيد. وهذا هو المنطق الذي يسير عليه النهج الأموي. هو الآن يعني